السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى سلامة من شركة فيوتشر ديزاين. النهاردة بإذن الله هتكون أولى محاضرات كورس سكتش أب، وهنتعرف مع بعض هي إيه أولى خطوات فتح البرنامج، وإيه هو شكل الانترفيس بتاع السوفت بتاعنا، وإيه هو شكل السوفت بتاعنا. لمجرد أنا دلوقتي كده هفتح البرنامج، هنلاقي الويلكم انترفيس بتاعتي. إيه هي الويلكم انترفيس بتاعتي؟ الويلكم انترفيس بتاعتي دي اللي هي أولى خطوات فتح البرنامج. فتح البرنامج يعني مثلا هي بيئة العمل بتاعتي. زي دلوقتي انا دلوقتي هاجي اختار تشوز تمبلت. ايه هي التمبلت بتاعتي؟ التمبلت بتاعتي هي وحدة القياس اللي انا هقدر هشتغل عليها وابتدي اعمل عملية الموديلنج بتاعتي، هي وحدة القياس اللي هقوم عليها. طيب لو انا دلوقتي قلت على طول، لو انا بجنر وقلت على طول ستارت يوزنج سكتش اب من غير ما اختار تشوز تمبلت، دلوقتي انا قلت في اول ما فتحت تشوز تمبلت هلاقي فيه كذا تمبلت كتيره. ايه هي التمبلت اللي عندي؟ هي سمبل تمبلت فيت اند انشز، سمبل تمبلت متر، اركتشر ديزاين فيت اند انشز، اركتشر ديزاين مليمتر، اركتشر ديزاين مترز. طبعا انا عندي تمبلت كتيره جدا اقدر اختار منها. طيب لو انا دلوقتي قلت مثلا اخترت شوز تمبلت واخترت سمبل تمبلت مترز، طيب لو انا اخترتها وعايزه اغيرها من متر لوحده تانية، ايه هي؟ اقدر اظهرها من جوه، اقدر اغيرها عادي، مش لازم اقفل البرنامج وافتحه من اول وجديد. طيب لو انا بيجنر واول مره افتح البرنامج وقلت مثلا انا خلاص هختار الستارت يوزنج سكتش اب على طول، تمام؟ لو انا اخترت ستارت يوزنج سكتش اب على طول بيظهر معايا ايرور ويقول شوز تمبلت بتاعتي الاول. طيب انا لو دلوقتي قلت الاول، انا بنسيت وانا بيجنر واول مره اشتغل على البرنامج وقلت تشوز تمبلت ستارت يوزنج سكتش اب على طول، هيقول لي ايرور ويقول لي تشوز تمبلت فيرست. طيب دلوقتي انا البرنامج اتفتح معايا. لو احنا نلاحظ ان التاس الانترفيس بتاعتي سهله وبسيطه جدا ان اقدر اتعامل معاها، بمجرد ان انا بتعرف على الادوات وكل ايه وظيفه التولز اللي معايا اقدر اتحكم في اي اوبجكت انا عاوزه اضيفه او انفذه على البرنامج، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايزين نتعرف مع بعض ايه هي مكونات الانترفيس بتاعتي، وايه هي الادوات، وايه هي الاوبشن اللي مضافه للبرنامج السكتش اب، والميزات بتاعه البرنامج. طيب اول حاجه عندي فوق، طبعا احنا عارفين في تاسك بار، تحتيها بتتكون في عندي التابس. التابس بيبقى فيها كل في تابس مثلا فايل، اديت، فيو، كاميرا، درو، تول، ويندو، اكستنشن، هيلب. طبعا كل تاب لو انا فتحتها بيظهر لي كذا اوبشن جديد اقدر اعمل اي اوردر انا عاوزاه. طيب عندي تحتها ايه؟ عندي اخر حاجه قبل التابس بتاعتي، تحتها عندي التول بار. ايه هي التول بار؟ لو انا بيجنر واول مره افتح البرنامج بيظهر ما عندي تول بار اسمها جيتنج ستارت اب. هل هي التولز التولز الوحيده اللي عندي للبرنامج؟ لا، انا عندي كذا تول انا اقدر اظهرها. طيب انا ازاي اقدر اظهر التولز اللي عندي؟ هاجي من قائمه فيو تول بار، وهاجي اقدر اللي انا اقدر شايفه اللي انا عندي كذا تول. كل تول بمجرد اللي انا اعمل لها مارك عليها بيظهر لي التولز الجديده دي. هل انا لازم اظهرها كلها؟ لا، طبعا ده متوقف على نوع اللاب اللي انت شغال عليه. زي مثلا اللاب انا شغال على اللاب ضعيف شويه، يبقى انا ما اظهرش كل التولز اللي معايا، احس ان انا البرنامج تقل معايا، واقدر ان انا بمجرد ان انا اشغل اي حاجه عاوزاها او اعمل موديلنج ليها ممكن يقدر البرنامج يعمل كراش معايا. فيستحسن ان انا اظهر التولز بس اللي انا محتاجاها واقفل بقيه التولز اللي انا مش محتاجاها دلوقتي. طيب انا دلوقتي اكتر تول انا تول باور بستعملها ان انا اقدر اعمل موديلنج لاي اوبجكت بالبيزكس بتاعه البرنامج من غير بلجنز اضافات لي، اللي هي اسمها لارج تول سيت. طيب اللارج تول سيت دي ايه هي؟ لو احنا نلاحظ ان اللارج تول سيت هي نفس الادوات اللي عندي مضافه في البرنامج. نضيفها بس جوه كده. طيب
احنا نلاحظ دلوقتي ان معظم التولز اللي عندي في التول بار لارج تول سيت هي نفس الادوات اللي في جيتنج ستارتد. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ انا لو انا دلوقتي بجنر واول ما افتح البرنامج هلاقي جيتنج ستارتد تايب، هل هي اقدر لازم اخلي اللارج تول سيت مع ان فيها معظم الادوات واكتر من جيتنج ستارتد لازم احتفظ بالاثنين؟ لا مش لازم، يعني انا اقدر استغنى عن جيتنج ستارتد واحتفظ بس باللارج تول سيت بحيث انها فيها نفس التولز وزياده تغنيني عن الجيتنج ستارتد تايب. كده احنا عرفنا ايه هي بتتكون اول تلات حاجات تكون فيها الانترفيس بتاعت السكتشاب، قلنا فيها تابس والتابس بعديها التول بار، وقلنا التول بار لو انا اول مرة اشتغل على البرنامج بنلاقي التول بار اسمها getting started. طيب هل انا فيه هل هي التولز بس اللي عندي؟ قلنا لا، في كذا تولز انا عاوزاها واقدر فيما بعد ان انا اضيف plugins اضافات جديدة للبرنامج بحيث انها تسهل علي عملية الموديلنج بتاعتي. طيب بعد ما احنا قفلناها ايه هي تاني، ايه عندي تاني في الانترفيس بتاعتي؟ لو احنا نلاحظ ان هنا على الجانب اليمين عندي حاجة اسمها ديفولت تري. ايه هي الديفولت تري دي؟ في النسخ القديمة قبل كده ما كانش في حاجة اسمها ديفولت تري، كان لازم ان انا ألجأ لي التابس اللي عندي بحيث ان انا اظهر الانستراكتور والسين واللير والكمبوننت والانتنتي والماتيريال والشادو والستايلز. طب ايه هي الحاجات دي؟ الحاجات دي اوردرز عندي بتضيف لي يعني ميزات اكتر تخلي الاوبجكت بتاعي ادفانسد اكتر، بحيث مثلا انا عايزه اضيف ماتيريال انا ممكن اضيفها هنا من الباكت تول عندي انها حيث تضيف لي الماتيريال اللي انا عاوزاه. اول ما دوست عليها ايه اللي ظهر لي هنا؟ ماتيريال اللي انا عايزه اضيفها، بحيث مثلا انا عامله كرسي، الكرسي ده عايزاه خشب، عايزاه ميتال، عايزه اي نوع ماتيريال انا عاوزاه. طيب مثلا انا عايزه اضيف مشاهد للبرنامج عندي اللي انا سي مثلا المشاهد عايز اضيفها بحيث ان انا لو غيرت الشكل معي عملت له اوربت او بان اقدر اعمل له ايه، ارجع لنفس البوزيشن اللي انا كنت واقف فيه قبل كده. فانا بلجأ لحاجة اسمها سينز واقدر اعمل لها ايد. طيب انا كان في زمان كنا بنقدر ان احنا نخش من قائمة فيو ونقول انيميشن وبعد كده اد سين، فكانت العملية صعبة شوية. فده في النسخ الجديدة اللي ظهر معانا من ان احنا نقدر نشتغل معانا. طيب لو انا فتحت مع ان انا بيجنر واول مرة افتح البرنامج وما لقيتش عندي الديفولت تري دي وعايزة اظهره ازاي؟ هاجي من قائمة، انا دلوقتي هو مش ظاهر معايا، هاجي من قائمة ويندو ديفولت تري شو تري، تاني هاجي من قائمة ويندو وديفولت تري، طبعا لو هي ظاهرة عندي هيقولي هايد، طب لو هي مش ظاهرة هقول ديفولت تري وايه وشو تري. طيب لو انا لقيت في الاوبشنز اللي عندي ناقصة حاجة انا عايزة اضيفها اعمل ايه؟ عايزة اضيف ازاي؟ هاجي من قائمة ويندو ونيو تريز واقدر اختار اي تري انا عاوزة، زي مثلا لايرز شادو فوج ماتش فوتو سوفتن ايجز، اي حاجة انا عاوزها واقدر اسميها زي ما انا عاوزها وبعد كده بدوس ايد. تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي ايه تاني في الانترفيس بتاعتي؟ لو احنا نلاحظ معانا نيجي بقى نلجأ للموديلنج سبيس بتاعتي. الموديلنج سبيس بتاعتي مساحة التصميم، هي مساحة ما لا ليها بداية ولا ليها نهاية، معرفة عندي بثري اكسس اللي هي اكس واي وزي اكس واي وزي. طيب احنا هنا مش شايفين، احنا قلنا الموديلنج سبيس بتاعتي ملهاش ولا بدايه ولا نهايه، فاحنا مش شايفين قدامنا فين الاكس وفين الواي وفين الزي. طب هو ايه؟ لقوا لحاجه تانية عملوها بالالوان. طيب زي مثلا انا عندي جرين اكسس وريد اكسس وبلو اكسس، تمام؟ يبقى احنا بنتعامل معانا هو في الاساس هي اكس واي وزي، بس في السكتش اب بنتعامل معاها بالالوان بلو وريد وجرين. عندي ايه تاني؟ لو احنا نلاحظ اللي احنا لما فتحنا لقينا شخصية كرتونيك معانا، ايه الشخصية الكرتونيك دي؟ اولا الشخصية الكرتونيك دي من المطورين للبرنامج اللي هي النسخة مثلا 2017، المطور ليها هو كريس. طيب لو احنا نلاحظ اللي احنا فتحنا مثلا 2015 هنلاقي شخصية كرتونيك تانية، 2018 2019 كل نسخة فيها مطور للنسخة دي، فكل شخصية بتبقى هي دي المطورة للبرنامج. طيب هل الشخصية دي محطوطة بمجرد انها المطور للبرنامج؟ لا، هي ليها وظيفة كمان. مثلا الوظيفة بتاعتها هي
مع تعريف الارجونومكس بتاعت الانسان. مثلا لو انا شغاله موديلنج، انا دلوقتي بشتغل موديلنج دلوقتي، الموديلنج بتاعتي بشغاله بيها بدون دايمنشن، يعني اوت اوف سكيل. زي مثلا عندي اهو قطعه ارض، وقطعه الارض دي حولتها من 2D ل3D، زي مثلا بقت مبنى. لو انا شخصيه الكرتونك دي مش عندي، وانا قلت حددت من دماغي ان انا زي مثلا ان المبنى ده عندي 40 متر، هل انا لو انا الشخصية الكرتونك بتاعتي بحيث مثلا نقول مثلا الشخصية دي 1.80 متر، هل 1.80 متر بتقارب ال 40 متر؟ فاحنا نعرف على طول ان اللي هي الموديلنج اللي احنا شغالين فيه المقاييس بتاعته مش صحيحة، بحيث انها تكون ريفرنس ليه بتنسب لي المقاسات اللي انا شغالة اوريدي بيها اوت اوف سكيل بدون بدون ايه مقاييس. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان هي اهمية الشخصية الكرتونيك دي مش محطوطة بمجرد انه كان من مطورين البرنامج، لا ده كان ليه وظيفة ان هو ريفرنس للارجونومكس بتاعة الانسان. طيب يبقى احنا كده دلوقتي خدنا ايه النهارده في اول سيشن معانا، اتعرفنا على الانترفيس بتاعتي، وتعرفنا على اولى خطوات فتح البرنامج اللي هي الويلكم انترفيس بتاعتي. لو انا مثلا بيجنر واول مره افتح البرنامج وقلت على طول ستارت يوزنج سكتشب من غير ما انا اقول التمبلت بتاعتي في الاول، بقدر ان هو بيظهر لي ايرور ويقول لي تشوز تمبلت بتاعتي فيرست، فانا بلجأ بعد كده واقول تشوز تمبلت واقدر اختار التمبلت بتاعتي. طيب احنا دلوقتي اخترنا التمبل بتاعتي وعايزة اغيرها، اقدر اغيرها من البرنامج، هنتعرف عليها قدام شوية. طيب ايه تاني؟ قلنا اول ما فتحنا البرنامج بيكون معايا getting started، التول بار اللي بتبقى معايا بيز معايا في البرنامج اساسي بتتفتح اول مرة بتبقى اسمها getting started. طيب هل هي التول بار الوحيدة اللي موجودة في البرنامج؟ لا، البرنامج قلنا فيه حاجات tools اكتر من اللي هي موجودة، فانت تظهرها زي قلنا نيجي من قائمة فيو تول بار واقدر اعمل مارك على اي تول انا عاوزها. طيب هل انا لو ظهرت البرنامج ده هل دي حاجة كويسة؟ لا طبعا، ان ممكن البرنامج بتاعك يهنك ويحصل كراش للبروجكت اللي انت شغال فيه. طبعا البروجكت طبعا انت خدت فيه وقت طويل مش هتقدر تسترجعه تاني، في حيث بعض الاحيان تقدر ممكن يعمل لك اوتو سيف انت يعني وحظك يعني. تمام، فيستحسن للامان نحتفظ بالتول اللي انا محتاجاها بس، والتولز التانية اقدر اقفلها علشان نحافظ على الامان بتاعي. طيب احنا قلنا لما احنا شغلنا قلنا التول بار اللارج تول سيت عندي، هل انا كان لازم احتفظ باللارج تول سيت التول اللي انا فتحتها والبيز اللي انا اوريدي فتحتها لقيتها التول عندي، هل احتفظ بالاتنين؟ لا، قلنا نقدر نشيل الجيتنج ستارتد ونحتفظ باللارج تول سيت بحيث ان فيها نفس التولز وزيادة تغنيني عن الجيتنج ستارت. طيب ايه تاني من مميزات السكتش اب 2017؟ قلنا ان فيها ديفولت تري، ان هي فيها بتسهل عليا ان اقدر اوصل للاوبشن اللي جوه التابس نفسها من غير ما الجأ اللي انا ادخل جوه كل تاب وادخل الايه الاوبشن الاوردر اللي انا عاوزاه، فبتسهل عليا. طيب قلنا كمان لو احنا بحيث ان احنا لو الديفولت تري مش ظاهرة عندنا، نقدر نظهرها من ويندو ديفولت تري وشو تري تظهر لي التري عندي. طب ايه التريز اللي عندي؟ قلنا التريز بتسهل عليا زي مثلا كومبوننت، والكومبوننت فيه ماتيريال، فيه تقدر اضيف ماتيريال زي ما انا عاوزه. طبعا كل ما احنا نلاحظ ان احنا كل ما بنفتح اوردر لوحده بيظهر لي اوبشن جديده. تمام. طيب قلنا ايه بقى نلجا في الموديلنج سبيس بتاعتي؟ قلنا الموديلنج سبيس اللي هي مساحه التصميم بتاعتي ملهاش ولا بدايه ولا نهايه، بتبقى معرفه عندي بالاكس واي وزي، وعلشان هي مش ليها بدايه ولا ليها نهايه فهي بتبقى معرفه عندي بالالوان، عندي بلو اكسس وجرين وريد. اخر حاجه عندي اللي احنا خدناها النهارده ايه هي الشخصيه الكرتونيك اللي بتبقى ظاهره معايا بيز في البرنامج، بيكون هي شخصيه كرتونيك، بتبقى الشخصيه دي من مطورين البرنامج، هي مش محطوطه لمجرد انها مطور البرنامج، لا هي ليها وظيفه بحيث ان انا لو شغاله اوت اوف سكيل ابقى شغاله اوت اوف سكيل بدون مقاييس، بس بحيث ان بنسب المقاييسات. زي مثلا لما احنا رسمنا كان معانا قطعه ارض وحولناها من 2D ل3D، قلنا ان زي مثلا هو المقاييس بتاعتي كانت متقاربه، وقلنا الشخصيه مثلا عندي بمتر 80، وقلنا اللي هي المساحه متقاربه عندنا انا كنت فرضه من عندي انها 40 متر،
وكانت النسب منهم هما الاثنين متقاربه، فاحنا عرفنا ان احنا شغالين غلط. فهي الشخصيه دي بتبقى محطوطه انها تكون ريفرنس ليا. طيب بحيث النهارده ان شاء الله خدنا البيز بتاع البرنامج السكتش اب، الادوات الاساسيه. طب احنا لسه ما دخلناش في التولز بالظبط ايه هي، ان شاء الله هنبتدي فيها.